في الحلقة اللي فاتت ادخل بس ما تطولش، غرقانة كلها بالمادة اللاصقة. وبعدها بدأت تنور، سمعت صوت صرخة. استنيت شوية وبعدين دخلت، شميت ريحة الدم. بس المرة دي وانا فرحان، مش فاهم كنت فرحان ليه. انا مش عايز الذهب يا سيدي، انا عايز بنتي، انا ما عنديش حاجة اغلى منها. وانا على طريق المنصورة رايح، والوقت لسه بدري، عارف المشوار بتاعي طويل، لسه هروح لسعيد واسمع حكايته واعرف من ايه اللي حصل له بالظبط. لما وصلت المنصورة اخدت تقريبا ساعتين او ساعتين وتلت، فنزلت جعان فدخلت محل كشري اسمه توم وبصل تقريبا. فدخلت طلبت كشري، وبعد ما اكلت الكشري حليت. وبعدين وانا خارج سألت على عنوان شارع معين اللي هو ساكن فيه سعيد. ساعتها رد عليه هناك وقال لي انت مش من هنا ولا ايه؟ مين في المنصورة ما يعرفش الشارع ده؟ قلت له لا انا من القاهرة وجاي زيارة لحد تبعي ساكن في الشارع ده. وصف لي الشارع، وبعدين جيت بحاسب قال لي لا الحساب مدفوع انت ضيفنا. ساعتها شكرته جدا وخرجت. وانا رايح ناحية العربية سمعت صوت حد بيزعق، فلقيت ست كبيرة بتجري وفي حد مسك عصاية كبيرة وبيجري وراها لغاية ما وقع وكان عايز يضربها. فانا جريت عليه وقفت قلت له انت ايه اللي بتعمله ده؟ دي ست كبيرة قد والدتك يعني. قال لي انت ما تعرفش هي عملت فيا ايه بسبب كلامها ده، هي ودتني في داهية. كلام ايه؟ قال لي ما تدخلش انت يا استاذ. قلت له ما ينفعش برضو تعمل فيها كده ايا كان اللي عملته. وبعدين بصلها كده وقال ماشي يا كوارم، ماشي يا كوارم لينا يوم. وبعد كده مشي. بصت لها وقلت لها انت ايه اللي عملتيه خليه يبقى عايز يقتلك بالشكل ده؟ قالت لي اقعد. قعدت بصت لها كده وسمع هي بتقول ايه. لقيتها بتقول غلبان ما يعرفش ايه اللي هيحصل، غلبان مش فاهم. انا كنت بحاول اساعده بس هو اللي مش فاهم ولا هيفهم، غلبان مسكين. فبدأت أسألها انت بتتكلمي كده ليه؟ بدأت تردد نفس كلامها تاني، غلبان مسكين مش فاهم حاجة زيك كده يا أستاذ عادل. ايه؟ انت عرفت اسمي منين؟ متستغربش، انا اعرف عنك حاجات كتير قوي مش بس اسمك. انت منهم؟ طب وتعرفي عني ايه كمان؟ اعرف سارة واعرف اختك وعارفة انه خيرك وعارفة انك دخلت هناك وعارفة بيت جدك وعارفة احمد ومحمود
اللي موقعك دلوقتي لشوستك في مصايبه. ايه؟ انت تعرفي منين الحاجات دي كلها؟ قلتلك انا اعرف كتير عنك يا عادل، مش بس كده، والدليل على كلامي اللي في ايدك. وبعدين لفيت ايدي كده ووريتها لها. طيب تعرفي ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ مش هتطول يا عادل، قدامك 7 و13. 7 ايه و13 ايه؟ ايه دول؟ معرفش، ده اللي انا شايفاه، ولو عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني انت حر. ممكن يكونوا دقايق، ممكن يكونوا ساعات، ممكن يكونوا شهور، سنين، قرون، معرفش، انا شايفاهم كده. انت بتقولي اي كلام على فكرة؟ انا ماشي، انا مش هقعد اسمع التخاريف دي كلها. براحتك، بس لازم تبقى عارف انك هترجع لي تاني، انا بقول لك كده. مستحيل ارجع لك تاني، انا مش هقعد اسمع التخاريف دي تاني. انا عندي حاجة مهمة اكتر من كده. رايح لسعيد، انا عارف. بس يا ستتي انا ماشي. وساعتها مشيت وانا متعصب، واخدت عربيتي ومشيت لغايه ما وصلت عند بيت سعيد وخبطت الباب. وبعدين فتح لي الباب ودخلت وهو ساكت، يعني حتى بدأت أتكلم معاه. إزيك؟ أنا فلان الفلاني. ما بيردش عليا، يا دوبك فتح الباب ودخلنا وقعدنا. أنا مستني منه يتكلم بس هو ساكت ودايما مركز في حاجة على أورتي، كأني أنا مش شايفها، وكأني في، يعني بدأت أحسس بإيدي كده على أورتي، لا يكون في حاجة عدى حطها وانا مش واخد بالي، او كوارم الزفتة دي عملت حاجة. ما لقيتش اي حاجة، طلعت موبايلي وفتحت الكاميرا الامامية وبدأت ابص، ما فيش حاجة. فبدأت اسأله: استاذ سعيد انت كويس؟ قال لي: اه كويس، انت اخبارك ايه؟ قلت له: انا مش جاي اتقل عليك، انا بس جاي اتكلم معاك شوية. قال لي: لا مش هتقيل عليا ولا حاجة، بالعكس انت ضيفنا وتنورنا. قلت له: لا انا مش جاي بات، انا جاي اسألك، تعرف حد اسمه محمود علي الكداوي؟ انا اللي اعرفه ان هو قريبك. محمود؟ الله يخرب بيته، انا من يوم ما شفته ما عرفتش لحظة حلوة. ما عرفش ايه اللي عمله فيه. مش عايز اوجعك بالحاجات دي، انت لازم تتعشى الاول وبعدين نتكلم. وفعلا جاب لنا عشاء، عشاء فاخر موجود فيه كل اصناف الاكل اللي تتخيلها. اتعشينا فعلا، وبعد كده شربنا الشاي. وبعدين بصيت له قلت له: هتتكلم؟ قال لي:
في يوم من الأيام كان في عشا العيلة كان عند محمود في البيت عنده. من يومها ومعرفش ايه اللي حصل لي، البيت عنده هناك كان مريب اصلا ومخيف بشكل مش مفهوم اصلا. انا طول ما انا قاعد حاسس ان انا خايف، حاسس برهبة، حاسس بخوف، حاسس ان في حد واقف في ظهري وهيجي يخبطني على دماغي دلوقتي. وساعتها اليوم خلص وروحت البيت، وفي الليل حلمت حلم من لازمني لغاية دلوقتي. حلمت ان انا في شارع ضلمة ماشي، وبعدين سمعت صوت سكاكين بتخبط. فضلت ابص حواليا انا مش شايف حاجة، لغاية ما لفيت ورا ظهري لقيت راجل واقف بعيد طويل الى حد ما، اصلع جسمه متشوه حرفيا، عليه حتت قماش متقطعة، وكان ماسك في ايده سطور كبير. وبعدين صرخ بأعلى صوته وفضل يجري علي. انا جسمي متخشب، حركتي بطيئة، وبحاول اجري وبعافر، مش قادر، زي كأني ماسكني اللي هو المساك ده تقريبا، وحاول اجري منه وهو بيجري ورايا وانا بجري. وقعدت اجري منه وادخل في زقق واماكن ضيقه عشان خاطر اهرب منه. لغاية ما في الآخر استخبيت في حتة على أمل إن هو ما يلاقينيش في المكان ده وإن هو تاه، لغاية ما حسيت بحاجة بتنقط. رفعت راسي لفوق لقيته متعلق على الحيط وراسه مقلوبة وباصصلي. ساعتها صرخت بأعلى صوتي وفضلت أجري، فضلت أجري لغاية ما وقعت على وشي. وساعتها صحت من النوم مخطوط، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكنت فاكره كابوس وليلة وهتعدي وخلاص، لكن الموضوع مبقاش كده خالص. ومرة وانا رايح الشرقية عند مزرعة جدي، ركبت القطر، وساعتها قعدت جنب راجل كبير في السن، راجل كبارة كده وشكله محترم جدا، قعدت جنبه والليل بدأ يليل علينا لان انا كنت رايح في الليل. وساعتها طلعت ازازة مية من شنطتي وشربت، وبصيت للحاج الكبير جنبي عشان اعزم عليه يشرب مية هو كمان. لقيت حاجة غيره، نطيت بعيد وبعدين بصيت لقيته هو نفس الرجل اللي كان في الحلم بنفس شكله المشوه، لكن دلوقتي انا شايفه بشكل افظع. مسيت نفس السطور في ايده وبدات اجري، وهو بدا يجري ورايا، ونط من عربيه لعربيه، وفي كل عربيه كنت بلاقيه ورايا، لحد ما جالي واحد بيقول لي مالك يا استاذ؟ قلت له بيجري ورايا عايز يقتلني، عايز يقتلني. مين ده يا استاذ عايز يقتلك؟
أو كان هنا دلوقتي. مفيش حاجة، انت مالك قلقان من ايه؟ والله كان بيجري ورايا دلوقتي وكان ماسك ساطور. ايه ده بس يا استاذ، شكلك تعبان من الطريق، اقعد هنا وارتاح. لف ظهره وقعد على الكرسي اللي قدامي على طول، وانا قعدت مكاني خايف قلقان مرعوب. وبعدين من نفس الكرسي اللي قعد عليه الولد او الشاب اللي كان بيكلمني، لقيته بيبص لي من فوق فوق الكرسي. الشخص المرعب وقعت من على الكرسي وفضلت اجري، لقيته برضه بيجري ورايا لغاية ما وصلت لكابينة السواق. قال لي ايه اللي دخلك هنا، انت ازاي تدخل هنا، انت عايز يقتلني، عمال بيجري ورايا. قال لي مين اللي بيجري وراك؟ ساعتها بعت معايا مساعد السواق و دخل معايا يسألني انت تعرفه؟ قلت له انا معرفوش. قال لي فين يا استاذ، مفيش حد. قلت له والله كان هنا، انا لسه شايفه. وبعد كده ببص على الكرسي اللي جنبي، لقيت واحد اهو، هو ده اللي كان عايز يقتلني. يا استاذ الكرسي فاضي. اهو انا شايفه والله. وساعتها سمعته بدا يتمتم بكلام مش مفهوم، مهمهمة كانه يعني بيوشوش لي في ودني، انا سامع ومش فاهم. ساعتها قال لي انت شكلك بس تعبان ومرهق مرهق. فاكي وقعد جنبي ومع ذلك انا قلقان وحتى ببص له بقلق خايف فجأة الاقي راجل نفسه مكانه. فضلت طول الطريق مش عارف انام ولا عارف اقعد على حيلي، قلقان خايف مرعوب، لغاية ما وصلت نزلت خدت تاكسي ورحت ناحية المزرعة بتاعت جدي. هناك كان في بيت صغير في قلب المزرعة كان جدي عايش فيه مع الراجل اللي ماسك الشغل هنا، او الراجل اللي هو المزارع اللي بيشتغل في الارض. وساعتها رحت هناك بدأت اخبط، محدش رد عليا، طلعت تليفوني عشان اكلم جدي، ما لقيتش شبكة. ساعتها كنت عارف ان هما بيخبوه تحت طوبة كده، فرفعت الطوبة فعلا لقيت المفتاح تحت الطوبة. وساعتها فتحت الباب ودخلت البيت قديم، حيطانه من جير اللي هو البيت على اللون الاخضر ده. وساعتها دخلت وحطيت حاجتي وغسلت وشي واستنيت ان هما يجوا. حتى ساعة واتنين وتلاتة واربعة بدأت طلعت ألف شوية وأنادي عليهم ملقتش حد. رحت ناحية المكنة اللي بتطلع مية لقيتها شغالة مع إن مفيش حد. أخدت لي دش كده تحت المية الساعة، وبعدين رجعت تاني للبيت. الليل ليل عليا فتحت التلاجة وكلت، كان في هناك كان في طحينة وكان في عسل اسود وكان في مش، طلعت ده كله وحطيت وبدأت اكل وكلت فعلا وشلت الاكل. وبعدين فضلت مستني ان حد يجي
احاول اكلم حد، مفيش شبكة في المكان كله حرفيا، حتى لما خرجت ما كانش في شبكة هناك. وبعدين وانا قاعد مستني مع خوفي وقلقي، بدأت اسمع صوت حد بيخبط. بدأت نادي، مين؟ ايوه، محدش بيرد. مين اللي على الباب؟ انت مين؟ مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ محدش بيرد، ولسه صوت التخبيط شغال. ساعتها قربت على الباب بالراحة وبدأت افتح الباب بشويش بشويش، وانا مستخبي ورا الباب مش عايز اشوف ايه اللي هيقابلني، لان انا عارف. لغاية ما فتحت الباب وبعدين ملقتش حد دخل، بدأت بطرف عيني ابص، حاسس انها هتكون اخر نظرة ليا في حياتي. بدأت ابص لغاية ما جاتني الجراءة، ومرة واحدة نطيت وقفت قدام الباب، لقيت مفيش حد. وقفت قدام الباب وبقيت ابص حوالين البيت وانادي، مين اللي كان بيخبط؟ جدي انت جيت؟ مفيش حد بيرد عليا. ساعتها دخلت وقفلت الباب ورايا ودخلت، لقيته في وشي، لقيته قاعد على الكرسي بنفس الهيئة المرعبة مستنيه. ازاي دخل؟ انا ما شفتهوش. ساعتها بصلي بصة روحي اتخلعت فيها، حسيت ان دي اخر مرة اشوفه فيها، لان انا مش هشوف حاجة تاني بعد كده. نهايتي هتكون هنا. جسمي حسيت بنفس التخشيبة اللي كانت في الحلم. جريت في محاولة ان انا افتح الباب، كان معاصلك وهو بيقرب عليا بالراحة ببطء قاتل، وانا بحاول افتح الباب. وفتحت الباب بصعوبة وخرجت جري، فضلت أجري أجري في قلب المزرعة في الليل لغاية ما حسيت إن هو مش موجود. فوقفت تايه حاير، أعمل إيه؟ أروح فين؟ إيه الحل دلوقتي؟ يا ترى هو انا ضيعته ولا هو لسه في البيت مستنيني؟ ساعتها حسيت بصوت حد بيهمس ورا ظهري، بصيت لقيته بينه وبينه مفيش حاجة. جريت، حاول يضربني بالبتاع اللي في ايده، فضل تجري وفضل يخبط ويقطع في كل حاجة من الزرع، وحتى الشجرة كان بيخبطها بتقع بتتفصل حرفيا، كأني وانا فين. فضلت اجري اجري واجري، ما حسيتش بنفسي. ولا قدرت ابطل ولا قدرت ابص ورايا،
وفضلت اجري في وشي وش يمين واخش شمال، مش عارف انا رايح فين، بس انا مش هفضل هنا ايا كان المكان اللي هروحه، لغاية ما وصلت لطريق اسفلت. فضلت مستني اي حاجة تعدي وانا خايف ومرعوب، لغاية ما لقيت ميكروباص ماشي، ركبت بيه وانا راكب بتلفت حواليا شايف واقف في كل مكان، لغاية ما وصلت محطة بصيت في جيبي ما لقيتش محفظتي، ما لقيتش حاجة، كل حاجة نسيتها، ما لقيتش غير موبايلي. دخلت على السنترال وقلت له انا عايز ابيع الموبايل ده، اشترى مني حرفيا برخص الثمن، لكن انا ما كانش عندي حل تاني، انا مستحيل ارجع المزرعة تاني ومستحيل افضل هنا. بعت برخص الثمن فعلا واشتريت تذكرة وفضلت مستني في المحطة وركبت القطر، وانا قاعد بتلفت مستني عارف ان هو هيجي، لكن ربك بيستر يا استاذ عادل. لغاية ما لقيت نفسي الطريق عدى ببطء شديد، بس انا وصلت، وساعتها نزلت وروحت على البيت ونفس الشخص بيطاردني في احلامي وفي حياتي. هو ده ايه؟ هو ده عايز مني ايه؟ وهل محمود هو السبب في اللي انا فيه؟ ارجوك تقول لي يا استاذ عادل، هو انا ملبوس؟ هو انا لازم اروح للشيخ؟ وانا فيا ايه بالظبط؟ وساعتها بدأت اطمنه واقول له ان مفيش حاجة والموضوع ليه حل وما تقلقش، انا هساعدك وان شاء الله الموضوع هيعدي على خير. ساعتها شكرته جدا على القعدة اللطيفة دي وشكرته على العشاء، واستأذنت منه ان هو يشكر لي المدام برضو. اهلك كريمة فعلا تستحق كل خير، بس محمود وداهم في داهية، وصلهم للي هما فيه دلوقتي. ان شاء الله هلاقي حل، وان شاء الله هيكون في طريقة اساعدهم بيها. بعد ما سجلت كل حاجة عن النوت بتاعتي رجعت على بيت جدي في نفس الليلة، ودخلت، وبعد ما دخلت سلمت على جدي، وبعد كده دخلت على المطبخ عملت كوبايتين شاي، وبعدين قعدنا نتكلم. بدأت احكي له عن اللي حصل واديته النوت اللي انا سجلت فيها الحكاية اللي حكاها لي، وبعدين بدأت افكر واسرح بخيالي ناس عمالة تتفرم، عائلات بتروح في داهية، الناس دي يا ترى هتوصل لفين تاني؟ محمود مات وساب دول عايشين في عذاب، ويا ترى هيكون مصيرهم الموت برضو زي محمود ولا لأ؟ هل الناس دي هيكون مصيرها مصير محمود، ولا هل في طريقة ممكن نساعدهم بيها، ولا هل جدي عنده فكرة؟ حاجات كتيرة أماكنها فارغة، لازم نلاقي لها حل. حلقة النهاردة انتهت، ولكن لسه سلسلة دم مكملة معانا للآخر، أحداث كتير وتفاصيل مجهولة هنعرفها
في الحلقة اللي جاية.